السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعساكم من عوادة دائما وإفطار شهي إن شاء الله. ضيفي وضيفكم بس أقول اسمه كافي، اسمه من ضخامة وفخامة اسمه شيء عجيب، محمد القحطاني. شكور يا أبو ناصر، عسى عمرك طويل وعسى إن شاء الله دائما أشوفك بصحة وسعادة، ويا رب دوم حسك بالدنيا يا يطول عمرك. شكور يطول عمرك. شو أخبار الزرع والضرع؟ والله الزرع يا أخوي، أنا هذه ترى الزرع والضرع سامعها فيلم عنتر يعني عادي. ضرع أنا ما صوبي بس زرع. اسمه زرع الزرع. والله يا أخوك الزرع متعة، وأن يعني تقضي يعني وقت طويل في خضرة وكذا متعة حقيقة يعني. وبعدين عقب يعني ما أدعي أنا طبعا، مو ما أقيس نفسي فيك مناصر، بعد يعني سنين وتعب وشغل وشقة وكذا، أنا الأوان إن الواحد ارتاح، فاخترت هلم زارعة لصغيرونة زين. إيه ما شاء الله جميلة، عسى الله يهنيك فيها. الله يعزك. فيعني أجد فيها حقيقة يعني قضاء وقت جدا ممتع جدا جميل. شيء ثاني أبو ناصر يا أخوك، وجدت أيضا متعة ما كنت أعرفها قبل. كنت أعتقد أنه الجلوس ومجالسة المثقفين ورغم أهميتها زين، ويمكن تحتاجها في فترة شبابك وكذا للاستزادة والثقافة ومجالسة السياسيين والإعلاميين إلى شيء جميل، لكن تأتي في مرحلة معينة مجالسة البسطاء أبو ناصر لها طعم آخر ولذة أخرى. أنت تدري أن أنا من زمان أعرف أن مجالسة البسطاء أمثالنا متعتها أكثر من ذير اللي يقعدون ينظرون ويضيقون صدرك ويحومون شبدك وخلونك تشوف الدنيا سودة. صدقت على غير معنى؟ أي والله صدقت. تصدق الحين لما تقعد بدوانية فيها شياب اثنين حلوين كذي يقعدون يقولون لك هالسوالف الطيبة، وتقعد متعة جميلة. لا الحين زاد علينا شيء جديد، لكن لو قعدت ويا ثلاثة أربعة مال إنه وإنما هذيلا حموضة مو يدودهونك، لا ويبون لك حموضة حموضة لا وحلوم بهالليل تفزز. لا الحين زاد عليهم شيء جديد والله أبو ناصر، يعني أنا جماعة هذا السوشيال ميديا زين اللي هم لوت الانستغرام قول الانستغرام أرحم، جماعة تويتر يا أخي تقعد شوية على تويتر طالع يعطونك طاقة سلبية زين، يخلونك متجهم وضايق خلقك وتعتقد أن الدنيا سودة والدنيا شنو هذا. تطلع أنا أروح المزرعة أبو ناصر زين الصبح الساعة، أنا من النوع اللي تعودت طول عمري أقعد مبكر ساعة بالست وأنا طالع هاي طماطة ناضية حطيتها بالهذا بالسلة، هذا خس شلته، زارع شبنت زين ما شاء الله عليك حق السمك. اي تعال قول ايش زارع بهالمزرعة. شبنت اكو زين، خس عجيب، بقدونس، طماط، اكتفاء ذاتي زين، بصل اخضر زين، تفاح انا سميت تفاح زين. طبعا اكو مزروعات مو حقي، حق ام حمد زين، مثل بيديان تحب البيديان زين، الاخوه المصريين يزرعون، الفلاحين يعني زين يزرعون كوسه زين. السوالف الكوسه زينه حق بالمرق يعني، احيانا اطوفها بس ما يعني مو ذاك الزود ما نويها. الصبح اهم على السوالف هذه زين، واروح المطبخ اغسلهم، متعتك ان انت تسويها. اي والله روحك وبعدين تقعد تثرم هالبصل وتقصص هالطماط وهالكوسه وهالهذا. اي وانت ترى على فكره انت ما تعرف تطبخ الا طبخه واحده يعني، سلطه بس. اي يعني لا تقعد تسويها. لا 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 لا, لا يا اخوك لا لا هذا لاني اعرف لاني ما اعرف غيرها، ما تعرف غيرها لازم اسويها عوده. يعني ما تعرف غيرها وقاعد تضخمها كأنك الله كأنك تدري. لا لا في شيء ثاني اسوي البيض.
ها البيض. لا البيض ما احبه. لا سوي انا وصلني انك تسوي البيض بالماء. اي مسلوق. اي بالماء على قولتهم. هذا التفنن ما شنو. لا 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 شكشوكه وما شنو. لا لا شكشوكه لك اربع سنين بجامعه والله كأنك تدري. انزين وبعدين اللي صار وقت الافندي والش اسمه والليمون والبرتقال ابو سره وكذي تقعد وكل شنو صورت مليون صورة كلها قاضي فيها البرتقالة وكاشخ لازم 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 وكاشخ زين إيه على أن أنا مزارع زين وأنت ما تدري عن ما أدش أصلا يعني بس إنه شنو أناجر إنه هذه ليش ورقت الشيرة كذي وأنا على أبو يعني أخانق وكأني فهمان وأنا اللي جاوبني أي جواب إيه معك حق معك وأنا ما أدش هذا هو محمد بالنسبة ل الإعلام إيه أنت ما بديت مع الأخبار أنا أتذكر أول مرة منوعات شفتك منوعات كنت صحيح. رائع جدا في المنوعات شو اللي خلاك تقلب على قث الأخبار أنا أقول لك أكو ثلاث محطات بحياتي دائما أذكرهم زين أول ما خلصت ثانوية زين قلت أبي أشتغل تعرف بوقتنا زين كان طبيعي ان طالب الجامعه يشتغل على الاقل يشتري له سياره يدفع قسطه ها يقط شيء على البيت من هالحكي جيلي كله كذي فتعينت تتخيل وين في وزاره المواصلات في بريد الصفات على اساس بشتغل هناك رحت ما عجبني الوضع ما شلون يعني كان اروح حق المطبعة بشتغل مطبعة الحكومة أيه. وادخل عند رحمة الله عليه عبد الوهاب البدر كان أيه. تذكره رحمة الله عليه كان مسؤول المطبعة كان ادخل عليه قال يا ولدي مطبعة هني أحبار وقثة وأمراض توهم ترى معلنين عن دورة مذيعين بالإذاعة ليش ما تروح تقدم قلت له والله أروح كان أروح وياي أربعة من ربعي بالجامعة ورحنا منهم هذول الأربعة منهم والله اللي أذكر منهم الحين الباجين والله يا أخوك نسيت بس أذكر أحمد الهدية الله يمسيه بكل خير ويبارك له بهالشهر إن شاء الله راح وياي مهم رحنا قدمنا زين أحمد ما عجبه من البداية قص الحق من نفسه قال معه قابلنا منه رئيس المذيعين أيامها أبو أنور الأستاذ عسى الله يعطي الصحة والعافية الأستاذ محمد مطوع كان رئيس مذيعي الإذاعة والله وقدم قال لي نسوي لك تست صوت سووا لي تست صوت نجح دورة مذيعين نجح كنا مجموعة كلهم تطشروا وراحوا ظليت أنا والزميلة الأستاذة سلوى حسين أمسي عليها وبارك لها بالشهر ظلينا إحنا هذا بديت عجبني جو المنوعات ليه شاب زين وأكو بث مباشر أيامها ما يطلبه المستمعون وهذا ومعجبات وغناوي وانت تحب الأغاني والفن وأنا أحب الفن وأحب الطرب وأحب هذا استمريت كان فيه بس أنا يعني بطبيعتي زين وبطبيعة الله يرحمه والدي كان نقابي زين في نقابة الموانئ أيامها فكان الحوار في السياسة موجود في البيت يعني في بيتكم اي بيتنا دائما يعني زين أشوفك من نقعد وياك حاجتنا سياسة اي فهي من قبل يعني زين فالمهم وتعرفت على مجموعة من الأساتذة زين كنا نقعد بمكتب عبد الرحمن الهادي رحمة الله عليه كان مدير البرامج زين في الدور الثاني بالإذاعة كان صالح الشايجي الأستاذ صالح الشايجي الله يذكره بالخير أستاذ عبد الله ناصر الله يذكره بالخير كان يجينا مجموعة من المثقفين وكان مجموعة والله الحين يمكن الأسماء تغيب عن ذهني زين ونقعد وحوار في الشؤون الكذا أيامها مع استمرار برامجي المنوعة بديت بدأوا يقنعوني إن أنت ريال مال الأخبار أنت ريال عندك يعني فهم سياسي وكذا وهذا تشك بوم كان ينقلوني من قسم المذيعين أعطوني مسؤولية الأخبار هذا وقد كان التحول إلى
البرامج السياسيه. انا تمنيتك في المنوعات، ما ادري ليش. انا قدمت برامج أدري منوعه وايد يعني، وسمعتك انا وسمعت وهذا اللي خلاني تمنيت انك تكون في المنوعات، لان الحين لأن ودي تصدق الحين عندك كل امكانيه في سالفه المنوعات. الروح الحين الروح لو يحصل الروح، بس الناس ما تقبلك الحين. الحين يقول لك لا دم الثجين انت مال سياسه لا مال لا 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 بالعكس ترى والي بالعكس يعني التحول مو مضر يعني ما هو مضر. خلنا الحين قاعد تناجر على شيء. لا لا تدري بقول لك تناجر على شيء ادري فيك من تمسوي. اي اكيد ادري فيك من على طاري المنوعات. تكفى ابو ناصر بقول لك هالموقف. اول ما اشتغلت ابوي ريال متدين فقلت له بشتغل بالاذاعه. جد هو مدبر لي يعرف الله يمسيه بكل خير الاستاذ صقر سودان. صقر سودان كان وكيل مساعد في المواصلات ويعرف والدي، فهو اللي دبر لي وظيفه بعد الظهر في المواصلات في بريد الصفات ورفضتها. ابوي شوي حمق ليش ترفض؟ قلت له بروح الاذاعه. تقبلها على مضض يعني. يوم مسافر ويا اخوي عبد الرحمن رايحين قطر، ما انساها ابو ناصر. طال الزمان ولا قصر، موجز أربعة يخلص أربع وخمس دقائق، أغنية لأربعة وربع موعد أخبار جوينة. أنا مذيع ربط توني هنا الكويت، الآن نقدم لكم أغنية سعاد حسني خلي بالك من زوزو. غنت كانت هذه ختمت يعني كانت هذه سعاد حسني أغنية خلي بالك من زوزو نافذ شو اسمه أخبار جوينة. طلع من سمع بالسيارة أبوي عبد الرحمن أخوي كنا يحرش شو أقول اسمع اسمع مو كنا هو كان يحرش أنا ماني وياهم بس كان يحرش قال اسمع 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 ترى هذا محمد قال هذا اللي قدم زوزو قلت قال له إيه يقول ويقفل الوالد الله يرحمه يعني كلش رد من السفر جاي يدق تليفون قال لي تعال بيك يلي فيك ما كان الله يرحمه أكثر شيء إذا يعني بيسبك أو كذا يلهيس الأربد زين. الحين قبلنا تدخل الإذاعة زين عشان تقدم قرآن تقدم أخبار عودنا على زوزو ما زوزو شف والله إن سمعتك مرة ثانية تقدم زوزو ما زوزو إن تلك من دونك بالإذاعة تتمي بس أنا ماني عبد الباسط عشان أقدم قرآن. قال لا ما تقرأ بس تقدم، بدال ما تقدم زوزو قدم عبد الباسط. انت الله يهديك بعد انت الله يهديك بعد انت قاعد سعاد حسني خلي بالك وساكت ايش لك بزوزو؟ اي انا طافتني انا لو ما قلت زوزو كان ما حصلت. ترى البلد كله بزوزو مو خلي بالك. في 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 دراستك ما كان في شيء من هالنوع بذهنك ابدا ابدا ابدا. انا اصلا يعني كنت من قوه الباس والعناد زين. درست اقتصاد والاقتصاد كان من التخصصات الصعبة جدا بجامعة الكويت. ما درست وياها إدارة ولا علوم سياسية، رحت لتخصص العن اللي هو فاينانس تمويل زين. لما خلصت زين اقتصاد وتمويل وكان هذا يعني تخصص مميز حقيقة بوقتها يعني زين، كان يقولوا نصحوني الربع كان الله يذكره بكل خير مثنى الحمد منذر العيسى راح سفير يعني كان دفعتنا محي الدين الفلاي الله يذكره بالخير كان دفعة جميلة يعني. المهم فقالوا لي روح البنك المركزي والله ورد حاكي أبوي. قلت له يبغى عبد الوهاب التمار رحمة الله عليه زين أبوه رفيجك زين، فحاكي لي بروح الرقابة المصرفية. كان أروح الرقابة المصرفية أنا الكويتي الوحيد، الباجين كلهم أجانب. الرقابة المصرفية هذه تعطيك خبرة ممتازة، تعالي تروح البنوك التجارية يعني طقعصي عليك يعني وظيفة زينة. مهم أقعد 15 يوم ويدق لي الدكتور عبد العزيز المنصور شاكو محمد قاعدك أنت بالبنك المركزي أنت مخلوق مذيع زين وإعلامي ترك عنك هالسوالف. كان أقوم وأروح أرد الإعلام وعدل وضعي قبل تعديل وضع الدرجة الرابعة وعدل وضعي زين. ما قلت حق أبوي وانت كل من أحد قال لك شيء راح تركه تصدق
تصدق بس ما على هذه والله ماني ندمان حقيقة يعني. المهم ويشوف أبوي عبد الوهاب التمار رحمة الله عليهم كلهم كان يقول لا شلون محمد وياكم بالله، كان يبغى مشى. هذه زعل فيها أبوي 6 أشهر ما يحاكي. أنا رحمة الله عليه لو أنا أبوك أزنطك، ما وراه إلا أزنطك. نكمل السالفة إن شاء الله في الحلقة الثانية. بس شفت هالكاميرا الزينة هذه؟ إيه هاي كاميرتي. إيه قول حق الربع فما الله إن شاء الله فما الله. لا أحب إن شاء الله نلتقي في أنا أبو حمد باشر بإذن الله لما أشوفكم أنا بدر بورسلي فما الله.